وقبل ما نبداو في هذا الفيديو نسمعوا شنو تقال على الخنفوري. والخنفوري نعس ولا بالجلابه، وداك الجيلون كان ديال الدرك الملكي، كان من احسن الناس في هذه الجهه الغرب. شرده بن حسن من احسن الناس وبيجيست، وكان جدرامي كبير راه معروف تاريخ عنده، واستطاع بالبحث وصل الخنفوري في الغابه. وقف عليه هو جدرامي اخر، قال لي الخنفوري، قال لي نعم، قال له ولدي زعما حصل الاخر تحت الجلابه ديالو طاب دار الجويجه ودار لي با قتلو. حتى نتسناه يقتلني صافي، نتسناه يقتلني. كان هذا السيد هذا تيبيع الكيف وساكن في واحد المحل خارج شويه على المدينه حدا واحد الغابه، وعنده تما البهايم وعنده البقر وعنده كذا، وكان خطير. وكاين هو كاسكادور في الفولون، كان كاسكادور في الفولون. كنا مثلا تنعرضوا شي بلاصه وتنحاصروا، عندنا الطوموبيلات تاعنا صحاح ولكن ما تنشدوش. كان كاسكادور، كان خطير، وتنشدوا تقدم شي لحفتي يقودوا يبيع، تشدوا تلقى مرته تبيع. هما كانوا بالويرات هذاك الكيف عندهم، باه كان تيبيع الكيف. وواحد المره قرب العيد الكبير وقلنا بقات يومين ثلاثة مع العيد الكبير، غيقول البويس راه مشغولين هذه الوقت يمشيو. عرفنا بانه جاب الكيف بزاف باش غندخلوا عليه، وكان عنده الشوك والربيع وداك الشيء. وحنا جالسين في الليل تنتسلوا باش غندير واحد لومبيسكاد باش نلقاو عليه القبض، حط لي جويجه في نيفي خرج لي من هذا. قال لي اش بغيتي؟ ماك ما بديتش تبعد مني، ماك ما بديتش تبعد مني. وشاد جويجه اقسم بالله حطها لي انا، تنقول له الشيطان طبعا حيد جويجه، هبط يدك ما بغيتش تبعد مني، عييت معاك. انا قال لي عييت من الحياه، ما بقى عندي ما ندير بهذه الحياه، ما عندي ما ندير بها. بقيت انا مسمر ما عرفت واش غنقول، الله يرحم والديك وما نقدش نقولها، ما عرفت غنقول ليه نهدو وما نقدش نهدو. وبقيت تنتسناه يطلق، وعارفه مسخوط الوالدين انا، وعارفه يقد يطلقها. وبقيت واقف واقف واقف، هو يتزل فوق با، قال لي سير فحالك الثانيه فيك، زيد فحالك، زيد 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 زيد. وبقيت غالي، هذا كان غيزرب عليا ذاك النهار. ولما حيد ديك السنه على وجهي عاود حيت من جديد، وبقيت غادي مدور وجهي، بقيت غادي في حالتي. ولما ضرب ذاك الرصاص الدار اللي كانوا مخبيين كل واحد زاد جهه، ما كانش كي ندير ليه، ما لقيت كي نجبد السلاح ديالي، ما لقيت كي ندير، ما عندي كي ندير في ذاك الظلام. ورجع هو دخل داخل دارو وهز طومبيتو ودخل وسط ديك الغابه وزاد. وكيف كنعرفوا جميع، كل مجرم قبل ما يولي مجرم كيكون انسان عادي بحاله بحال جميع الناس. شاءت الأقدار أو سوء التربية أو المحيط يصنع لنا مجرم، والإنسان ما كيحش بنعمة الحرية حتى كيلقى راسه ما بين ربعة الحيط. في هذه الحلقة غنتكلموا على واحد المجرم اللي تقال عليه القيل والقال، مجرم اللي كان زارع الرعب في نفوس ساكنة الغرب ورجال الأمن. هذا المجرم هو بن عيسى الغفار الملقب بالخنفوري. فشكون هو الخنفوري؟ وشنو قصته مع رجال الدرك؟ وكيفاش هرب من السجن؟ وكيفاش لقاو عليه القبض؟ فهاد الشيء اللي غنعرفو في هذا الفيديو. بن عيسى الغفار الملقب بالخنفوري وحش الغرب، اخطر مجرم مر في تاريخ المغرب. هذا المجرم غيدخل عالم الاجرام وهو في عمره 16 سنه، وهو في سن المراهقه والطيش غيقوم الخنفوري باغتصاب واحد البنت وغيتشد في الحبس. في واحد النهار كانت وقت الزيارة، وغيقوموا بعض السجناء بالفرار من السجن، وهنا غادي يهرب معهم حتى الخنفوري وغيولي هارب من يد العدالة. في هذه الفترة غيولي كيبيع المخدرات بحال الكيف، وهنا غيدخل واحد العالم اللي هو عالم التجارة في المخدرات. القوي كياكل الضعيف، وحيت الخنفوري كان قوي البنية ولا كيبراكي وكيقوم بالسطو على صحابه في الحرفة، وكان أيضا كيقوم بسرقة الأغنياء وكيعطي الفقير. أبقى على هذا الحال حتى كون عصابة إجرامية تحت الإمرة ديالو مختصة في عملية السطو المسلح على تجار المخدرات في هذيك المنطقة، وأصبح اسم الخنفوري مشهور في جهة الغرب، كل شي كيهضر عليه. وهنا كان الخنفوري خاصو يهرب من ديك المنطقة ويتوجه منطقة الشرق، وبالفعل مشى الخنفوري وبقات العصابة ديالو وراه. وهنا هاد العصابة غتكمل في عالم الإجرام والسرقة والضرب والسطو المسلح ومهاجمة الأعراس، وكانوا كيديروا براجات في الطريق واللي داز عامر كيرجع خاوي. وكانت العصابة كدير الجرائم ديالها وكتسجل باسم الخنفوري. دازت واحد المدة ورجع الخنفوري، وهنا
غيتفاجأ بالجرائم اللي تسجلات بالاسم ديالو والروينة نايضة عليه، وما كان عليه غير ياخد واحد السلاح اللي كيتسمى بالجويجة ورجع الخدمة ديالو واللي هي التجارة في الكيف، والسطو على التجار المخدرات بالسلاح. وفي هذه الفترة ولا اسم الخنفوري مادة دسمة للجرائد والإعلام، ولا متصنف من أخطر المجرمين في المغرب في هذاك الوقت. وكان كل شيء محاصر الخنفوري، وكان المخبأ والسكن ديالو في الغابة بمنطقة الغرب. في واحد النهار الأمن غيعرف المكان اللي مخبي فيه الخنفوري، وغيتوجهوا عناصر الدرك الملكي هذيك المنطقة، وغيتشجع واحد لاجودان وغيمشي عند الخنفوري المخبأ ديالو. وما كانش في الحسبان لاجودان أن الخنفوري مسلح بجويجة دايرة تحت الجلابة ديالو. وفاش وصل لاجودان وقف على الخنفوري وهو متكي وقال له ما عندك فين تهرب دابا، سلم راسك. وفي هذه اللحظة الخنفوري متكي وجبد جويجة ديالو من تحت الجلابة وتيرة في لاجودان اللي مات في البلاصة. وكانت هذه أول جريمة قتل دارها الخنفوري. وهنا غادي يهرب الخنفوري لمدينة البركان، ومن تمك بغى يمشي للجزائر. وفي مدة قليلة لما كامل الشهر غيتم الإلقاء القبض على الخنفوري، وغيتحكم بالمحكمة العسكرية بسلا بالإعدام. وفي سنة 1999 غيتحكم عليه بالمؤبد من طرف محكمة مدنية بالقنيطرة وهو في عمره 20 سنة. وكيف قلنا أن كل مجرم كيكون إنسان عادي بحاله بحال جميع الناس، فالخنفوري تاب ورجع طريق الله وهو في السجن. قصتنا اليوم عبرة وماشي للفرجة. وهنا غنكون وصلنا لنهاية قصة اليوم، ونتلاقاو في قصة أخرى إن شاء الله. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسوش دعم القناة بجيم واشتراك وشي كومونتير إيجابي. هو باش نبدا لك، هو كان واحد الولد كان صغير يعني عنده 16 سنة باش بدا هاد الشيء هذا. هو ولد 20 سنة يعني بشي ديال المراهقة، يعني هو ما كانش جوع عليه اللي محترف أولا مشى قرا على هاد الشيء أولا دار شي دكتور على شي باش يدير إجرام أولا. يعني هو دري صغير طاح في هاد الفخ مع الدراري بحالو، طاح في هاد الفخ ديال الجدارمية، دار شي مشاكل، جاو تيبحثو عليه مع الضغوطات، كان عنده سلاح اللي خلاه هي هذيك ضرب واحد قتلو. من تما جدارمي لا جدا يعني ضربو مات. هو زاد مشى هرب، ما دازش مدة شهر وقيله تقريبا او ما كاملاش، يعني شدوه محكمة عسكرية. اول حاجة داو سلاح، من السلاح حكموا عليه بالاعدام سلاح. من بعد حكموا عليه جابوا المركزي نضرة، تابع الحكم ديالو. تحكم، انا كنظن تحكم في 99 بالمؤبد، عاوتاني مؤبد اعدام ومؤبد اعدام عسكري، يمكن اعدام عسكري ومؤبد مدني. المهم داك المؤبد يعني بحالو بحال المساجين، بحال الناس. والناس حاليا الحمد لله منهم السي محمد، منهم بزاف الناس كيشهدوا لان هو المعامله ديالو مزيانه، يعني ماشي مجرم، كيهضر ديال المجرم ما كايناش. شي حوايج يقولهم الناس مثلا كيسرق اولا كيدي العريسات، هذه ما كايناش. واللي عنده الشك يهبط للبلاد ويسول، لابد ما غايقول له شي واحد يعني راه كيدي العريسات اولا كيسرق. وانا بصفته خوه غفار محمد وهو اخ ديال غفار بن عيسى، هذا بعدا خطا بلا ما نخسروا مع الهضره. انا بغا يعرف حقيقه تجي عندي نعطيه الحقيقه. هاد الدري تشد صغير و 16 سنه تشد على الاغتصاب، وماشي اغتصاب غير بنت تعرض ليها تشد، باقي صغير ما تعرف والو غير تمزرق. جابوه دوز 3 ايام هرب من الحبس. الناس اللي هربوا وراه كلشي عارف هادشي، كانوا شي هما هربوا 6 أو 7، هذوك هما اللي شدوا الموظف وحيدوا له السوارس. هو ما عنده حتى علاقه، هو باقي صغير و 16 سنه غيشد الموظف غيحيد له السوارس. هو عيسى بحال قهر ملي هرب، راك عارف الانسان تيكون روشيرش وهادي تيهرب. جا واحد النهار دبر في سلاح شراه اولا سرقو اولا ما عندنا غرض. المهم هذيك المساله ديالو هو يعني ها باش بقى خدام في المخدرات، خدام في المخدرات كيبيع كيشري كيبيع كيشري، لابد ما كيصطدم مع بزاف ديال الناس حريفيه، ربما يضرب معاهم، ربما يديروا سلعه، ربما حتى هو يديروا له سلعه، حتى هو داو له سلعه وهو داسا كيبقى هاد المشاكل هادي هي. حتى جا واحد النهار اللي الجدارميه ما تفاهموش معاه، علاش ما نعرف ما عرفش بالضبط.
مشاو تبعوه، المهم هاجموه، زق قتلوا لا جودان. ملي قتل لا جودان من طبيعة الحال دري صغير وجايين هاجموا عليه، هو عنده سلاح، راه انسان من الخوف راه كيضرب، راه من طبيعة الحال. هرب شدوه في بركان، من شدوه في بركان هي القصة ديالو. شدوه في بركان، من تما داو السلاح، من استجابوا سونترال وزاد المسيرة إلى حد الآن، والحمد لله ولا هو يعني متدين. هو تشد 20 سنة وتقريبا ولا متدين 25 سنة تقريبا.